متوجه إن شاء الله من المفرق إلى العقبة مسافة 410 كيلو حسب إحصائيات المواقع جي بي أس. الهدف الأول إن شاء الله راح يكون فرح بإلغاء الحظر وإن شاء الله تزول الوباء عن الوطن العربي وعن الأردن، والهدف الثاني إن شاء الله لإعلاء روح الشباب وتحفيزهم على اللياقة. وفترة كورونا كانت يعني فترة فيها الناس كانت قاعدة كثير وما كان في لياقة، فهذا سبب أثر عليهم كثير، فأنا حبيت أكون محفز لهم ولتنشيطهم والأعلاء روحهم المعنوية عشان يستمروا بالرياضة. الفكرة اجتني يعني من تدريب قبل 3 أشهر، حبيت اني اكون يعني من الاوائل السباقين اللي يطلعوا على العقبة مشي من منطقته، والاهل كانوا مشجعين الي. مجهز معاي يعني معدات بسيطة، يعني تقريبا قنينتين مي اللي اشتريهم على الطريق كل فترة، وكم غيار بس، بنطلون بيجامة مثلا، فسفوري عشان المشي بالليل، وشواحن عشان اشحن، والباور بانك عشان اظل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي انشر الاماكن اللي وصلت لها جديدة. حبيت اني اشجع السياحة والناس ترجع تروح وتجي علينا مثلا على العقبة، على وادي رم، على البتراء، مواقع سياحية عريقة عنا مثل جرش وعجلون والكرك، يعني قلاع من ازل التاريخ موجودة عنا، فحبيت انه يرجع وتزيد السياحة على الاردن.